طيب مضماض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. السبب هو 29 أكتوبر اللي هو الذكرى ديال اختطاف الشهيد المهدي بن بركة والشهيد الحسين المانوزي. هذه الذكرى ديال 29 أكتوبر دارت منها الحركة الحقوقية المغربية ما يسمى اليوم الوطني للمختطف، وحنا كل سنة كنخلدوا وكنحتجوا في هذا اليوم، كنخلدوا هذا اليوم اللي تبقى ذكرى المهدي بن بركة والحسين المانوزي وكل شهداء الشعب المغربي حاضرة في وجداننا وفي عقولنا وفي وجدان كل المغاربة. كنخلدوها كذلك لنطالب من الدولة المغربية أن تفصح عن الحقيقة في هذه الملفين، لأن المهدي بن بركة اختطفوا النظام المغربي والحسين المانوزي اختطفوا النظام المغربي، وهو عارف الحقيقة وعارف شكون اللي اختطف المهدي بن بركة وعارف المصير ديال المهدي بن بركة وعارف شكون اختطف الحسين المانوزي وعارف المصير ديالو. كنطلبوا من النظام المغربي على أنه يعطي الحقيقة وما يستتبع الحقيقة. يوم 29 أكتوبر هو اليوم الوطني المختطف اللي كتنظمو هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حونتها كتجسم حقوق الإنسان اللي تنظمت سنة 2001 من طرف الحركة الحقوقية، واللي خرجت بواحد عدد توصيات منها يعني المطالبة واستمرار في النضال من أجل الحقيقة والعدالة في قضايا المختطفين. طبعا بين التوصيات ديالها أنها كتطالب الدولة بالكشف عن مصير كافة المختطفين، ماشي فقط المختطفين المهدي بن بركة ومصطفى المانوزي ليوم 29 أكتوبر هو الذكرى ديال الاختطاف ديالهم، ولكن كافة المختطفين اللي كيتجاوز العدد ديالهم 70 واللي الدولة كتنكر أنهم كاينين هاد المختطفين وكتكتفي بواحد العدد قليل. إذا حنا اليوم هو من أجل ذكرى ديال هاد المختطفين، من أجل تأكيد أننا مستمرون في النضال كحركة حقوقية من أجل الحقيقة ومن أجل العدالة ومن أجل دولة الحق والقانون، من أجل أن هذه الدولة تكون في مستوى الالتزامات ديالها في مجال حقوق الإنسان وتنفذ التوصيات ديال هاد الإنصاف والمصالحة وتنفذ كافة مضامين العهود مقتضيات العهود والاتفاقيات اللي مصدقة عليها، من ضمنها احترام الحريات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين اللي مازالين في السجون. حسن كمون رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. هذه الوقفة كتجي في إطار واحد التقليد اللي كتحتفل به هيئة الإنصاف والمصالحة كل سنة، وكيتصادف مع 29 أكتوبر اللي هو الذكرى ديال الاختطاف ديال الشهيد المهدي بن بركة واختطاف الحسين المانوزي. إذن في هذا الإطار هذا مازال من المطالب ديال الحركة الحقوقية هو الكشف عن مصير المختطفين الباقين، وبصفة عامة خلق من بين المطالب الأساسية وهو خلق آلية جديدة من أجل استكمال الحقيقة في بالنسبة لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خصوصا الاختفاء القسري. ولهذا كاين المطلب ديال خلق هذه الآلية وتقعيدها بمشاركة جميع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع هذا.